اليوم إن شاء الله حنتكلموا على أعراض الإصابة بالفيروسات، وبعدين حنتطرقوا إلى أنواع الفيروسات. فنتكلموا على أول حاجة على أعراض الإصابة بالفيروسات. أول شيء ممكن يوضح لي أو يعطيني عرض، يكون عرض من أعراض الإصابة بالفيروس، والبطء المفاجئ في أداء الحاسوب. يعني مرات الحاسوب تحس أنه بطيء مش قادر تشتغل به، فهذا قد يعطيك إيحاء أن الجهاز مصاب فيروس. بس الكلام هذا ما يعنيش أنه أكيد مصاب فيروس، لأن ممكن بعض المشاكل الأخرى قد تسبب بطء مفاجئ في أداء الحاسوب، زي التخزين الزائد في الحاسوب، أو مشكلة من مشاكل في الاسطوانة الصلبة أو في النظام قد تسبب بطء مفاجئ في الحاسوب أو بطء في الحاسوب. ولكن البطء المفاجئ اللي فجأة يصير هذا عادة يكون عرض من أعراض الفيروسات. العرض الثاني هو انخفاض سعة الذاكرة الرئيسية بشكل مفاجئ. كيف سعة الذاكرة الرئيسية؟ ذاكرة الحاسوب اللي هي نحن نسموها الرام أو الميموري، مرات الفيروس قاعد يكون من روحه نسخ في في في, في ذاكرة الحاسوب، فتنخفض السعة الرئيسية ذاكرة الحاسوب وتصبح الحجم بتاعها صغير، مما يسبب مشاكل. مرات بتنفذ برنامج يقول لك الذاكرة لا تكفي، فهذا قد يعطي مؤشر أن في فيروس في جهاز متاعي. الحاجة الثالثة انخفاض سعة القرص الصلب بشكل واضح نتيجة لتناسخ الفيروسات. قد يعطيك جهاز انت جهاز جديد وما فيش فيه برمجيات او تخزين، ويقدر يعطي فيك مؤشر ان الذاكرة او الاسطوانة الصلبة امتلأت، فهذا يعطيك مؤشر ان فيه فيروس يقوم بنسخ نفسه على الاسطوانة الصلبة او القرص الصلب. العرض الرابع اللي ممكن تكلموا عليه هو تغير شكل بعض ايقونات الملفات. وبرضه حتى العرض هذا مش دائما معناها انه في فيروس، لان في بعض المشاكل قد تسبب تغير شكل بعض الايقونات الملفات. والايقونات الملفات اللي هنا على سطح المكتب او في الاسطوانه الصلبه عندي قد يتغير شكلها ويقعد شكلها يختلف عن الشكل الاصلي بتاعها، فهذا قد يعني ان نحن تغيرت عندنا شكل الايقونه، وقد يعني ان عندنا فيروس حاسوب في الجهاز بتاعنا. العرض الخامس هو تضخم حجم بعض الملفات، وذلك بسبب تضمين الفيروسات بداخلها. الفيروس كيف ينتقل في داخل الجهاز؟ الفيروس عادة ينتقل مع ملف، صحبة ملف، صحبة برنامج. فالحجم متاع الملف يتضخم ناتج تضخم الفيروس. فإذا كان نحن عارفين حجم ملف متاعنا وفجأة لقيت الحجم متاعه تضخم بدون سبب، فهذا قد يعطيك مؤشر. ولما نقول قد معناها مش كل شيء، معناها مش دائما يعني انه فيروس، ولكن قد يعطي مؤشر ان الجهاز متاعك فيه او به فيروس. العرض السادس هو ظهور رسائل خطأ غير اعتيادية. ظهور رسائل خطأ غير اعتيادية مثل الرسائل التي تشير الى استخدام الاقراص والبرامج. يعني لنفترض اني انا ما نستخدمش في قرص صلب، او ما نستخدمش في فلاش، او ما نستخدمش في السي دي، يطلع لي رسالة يقول لي لا يمكن الكتابة الى مثلا القرص دي او القرص اي، وانا ما استخدمتش، ما طلبتش انه ينسخ. فهذا قد يعطيك مؤشر ان في حاجة معينة قاعدة تحاول انها تكتب في القرص دي، وهذا يعطيك مؤشر ايضا ان في فيروس مصاب به الجهاز متاعك وقد يخلق لك مشاكل. يبقى ظهور رسائل خطأ غير اعتيادية مثل الرسائل التي تشير الى استخدام الاقراص والبرامج بشكل متكرر دون ان يتم استعمالها من قبل المستخدم. العرض السابع عندنا توقف النظام بلا سبب، اللي نحن نقول له عادة استك، يعني الجهاز فجأة يتجمد بدون سبب بدون أي مشاكل وتولع ويشتغل معاك وبعدين يتوقف فجأة، فهذا قد يعطيك أيضا مؤشر أن عندنا فيروس. ولما نقوله قد معناها مش دائما. توقف بعض التطبيقات البرمجية عن العمل. لنفترض أن عندي برنامج معين نشتغل به، بعد جيتنا بنطبقه فجأة لقيتها معاش يشتغل، قد يعطيك مؤشر ان الجهاز متاعك والتطبيق قد اصيب بفيروس. انشاء ملفات عشوائية بدون تدخل المستخدم. هذا تصير كثيرا من الفيروسات تنشئ لك ملفات عشوائية في الاسطوانات، ما تعرفش شنو المصدر متاعها، تجدها موجودة في الهارد ديسك متاعك او في الفلاش ما لكش عارف مصدر متاعها، فهذا قد ايضا يعطيك مؤشر ان عندنا فيروس في الجهاز متاعنا. آخر حاجة في أعراض الإصابة بالفيروس هي تلف البيانات. يعني مثلا فتحت ملف من الملفات بتاعي لقيت البيانات بتاعي تالفة ضايعة، أيضا قد تعطينا مؤشر أن عندنا فيروس أصاب الجهاز بتاعي. يبقى عندي أعراض الفيروس أو الإصابة بالفيروس تقريبا حوالي 10 وحدات، ممكن يكون أكثر من هيك، ولكن اللي موجود قدامنا 10. ولكن ممكن في بعض الأعراض أيضا تعطيك مؤشر أن فيروس،
وكل يوم الفيروسات تستحدث وتدير عمليات جديدة قد ما تكون مش مذكورة عندنا أو مش موجودة. يعني ممكن بكرة يظهر فيروس يعطينا أعراض جديدة. فالأعراض اللي قلنا عليه البطء المفاجئ في أداء الحاسوب، انخفاض سعة الذاكرة الرئيسية بشكل مفاجئ، انخفاض سعة القرص الصلب، تغير شكل بعض أيقونات، تضخم حجم بعض الملفات وذلك بسبب تضمين الفيروسات، ظهور رسائل الخطأ غير اعتيادية، وتوقف النظام بلا سبب، وتوقف بعض التطبيقات البرمجية على العمل، كذلك إنشاء ملفات عشوائية بدون تدخل المستخدم وتلف البيانات.